المشروعات على سبيل المثال ليس الحصر أيضا مجموعة من المشاريع اللي بتتم في جامعة دمياط لا تقل في كل التخصصات بالتوسع فيها، وإحنا طبعا مش بنتكلم فقط على التوسع في مجالات الإنشاء ولكن أيضا على مستوى أعضاء هيئة التدريس والبرامج المقدمة وتجهيز المعامل حتى نستطيع أن إحنا نقدم لطلابنا في جامعاتنا الحكومية خدمات تعليمية، جامعة دمنهور أيضا، جامعة السويس، جامعة بنها، جامعة العريش. إذن عندنا تطوير في معظم الجامعات باختلاف الفئات أو باختلاف النماذج التعليمية سواء خدمية أو إنتاجية أو صحية. مشروعات المستشفيات الجامعية أيضا إحنا معنيين بتطويرها، تطوير طوارئ واستقبال القصر العيني، والآن بنشتغل في بإضافة مستشفى 500 500، وتم التطوير أيضا معهد الأورام والمبنى الجنوبي لمعهد الأورام، ده بالنسبة لمستشفيات جامعة القاهرة. لكن على نفس القدر بنعمل في مستشفيات جامعة المنيا وجامعة طنطا وجامعة المنصورة وجامعة بورسعيد. إذن كل الجامعات المصرية التي بها كليات طب وبها مستشفيات جامعية بيتم التطوير. اللي أنا بحكي لحضراتكم عليه ده محتاج موازنات ضخمة جدا. الدولة المصرية يعني لا تبخل أبدا في توفير كافة الإمكانيات لدعم هذه المنظومة، لأن احنا معنيين ليس فقط في التعليم ولكن أيضا بتقديم خدمات صحية متطورة لخدمة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وأيضا خدمات صحية للمرضى. جامعة المنصورة، في أضفنا أيضا لجامعة الزقازيق مستشفى متطور جدا، مستشفى العاشر من رمضان التابعة لجامعة الزقازيق، وأيضا مستشفى سوهاج الجامعي.